معكم من جديد إقحام الدين في السياسة، هل الفتاوى المتعلقة بالانتخابات التي وصفت من يقاطعون الانتخابات بأنهم آثمون تدخل في مجال إقحام الدين في السياسة، ولا زي ما بيقول ضيوفي احنا أمام عمل وطني من حقنا أن نستخدم هذه الفتاوى لحث الناس على المشاركة في الانتخابات؟ طب طيب نتحدث عقلا يا وائل بيه. طيب طلبت اتفضل. كلية الطب في المنصورة عندما دخلوا الامتحان قالوا جميعا أكثر من 1000 طالب أن الامتحان صعب، وانسحبوا وعارضوا الامتحان، وثبت بعد ذلك أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وخدوا 0 كلك في الامتحانات. أيضا احنا ما بندعوش إلى الذهاب لهذه المرة فقط، ندعو الطلاب في الجامعات للمشاركة في اتحاد الطلاب، ندعو للمحليات القادمة أن يشارك الشباب، والقانون نزل بالسن 20 و25 لكي يشارك الجميع في نشأة مجالس محلية على مستوى الحي وعلى مستوى المحافظة ثم ينشأ بعد بس ذلك. ما تقرنش إذن يا بالدين، أخي، ما لا تقرنش بالآية، يا سيد الفاضل، وما نحن تخليش ندعو الناس كرجال آثمة. دين أو ندعو من خلال الدين إلى المشاركة الإيجابية في كافة الأعمال، عندما ندعو ل 57 357 أو ندعو لإنشاء مستشفى أكبر سرطان، هذه دعوة، الجميع يشارك، الجميع يشارك. طب انا الصلاة، صلاة الجماعة، عندي سؤال للدكتور آسف. صلاة الجماعة دكتور انا ممكن اسالك سؤال؟ مفضلة على صلاة دكتور، الفرد. هو اللي يتفرج على اعلان في التلفزيون عن التبرع لمستشفى 57 357 وما يتبرعش، يبقى قاسم قلبه ولا لا، مش قاسم محدش قلبه؟ قال قاسم، بس انت كده شارك. يبقى انت الكلام كده اللي انت بتقوله شارك. دلوقتي، انت عايز الكلام تقوله اللي انت شارك، بتقوله دلوقتي والا يبقى معناه قاسم، ان اللي ما يشاركش يبقى قاسم، يبقى قاسم قلبه. يعني المشاركة انا لما تبدأ شفت اعلان بجنيه في واحد التلفزيون، وإلا لما شفت ب 3 اعلان في جنيه التلفزيون وما كان اتخذش هذا شارك الإعلان. يبقى قاسم طب قلبه. كل إذا كان هذا الإعلان لمداواة المرضى وأنا ما علي شاركتش حق بجنيه، شارك بجنيه، وآتوهم ولو ما شاركش من مال الله الذي آتاه. لو انا بقول، لو انا واجبة تانية وبتبرع الصدقة واجبة، بس ما شاركش. طيب يا جماعه عشان ما نبعدش عن ماشي، حق معلوم للسائل والمحروم، اذا امتنعت فانا اسف. طيب هاخد بسرعه تليفونات استاذ، هاخد بس الناس العاديه بسرعه يا جماعه. مين الناس العاديه؟ قبلنا كلنا على راسنا. استاذ وحيد قرقر، عضو مجلس النواب. استاذ وحيد اتفضل. ده مش عاديه. اهلا بيك يا استاذ وائل، واهلا بكل السادة يا جماعة، يلا بسرعة. السادة المشاهدين اهلا بيك، اتفضل. بحيي كل الاخوة الافاضل الضيوف، واسمن كل الاراء، والاختلاف شيء جيد وشيء محمود، لكن يعني انا سمعت اغلب الحديث، وانا بكلمك كمواطن مش كعضو مجلس نواب. أنا في النهاية مواطن مصري، بسمع الحديث وبشوف، براقب المشهد عن قرب. قلما أن أنا بحب أتواصل، برنامجك ده اتصل بي مرات كثيرة للمشاركة. أنا ما بحبش الظهور، ولكن الأمر جد خطير، يستدعي الكل أن يكون إيجابيا في سبيل بناء الوطن. اللي أنا شايفه قياس مش في محله في بعض الأمثلة. فضيلة الشيخ اللي على يسارك بيقول ولا تكتموا الشهادة، دي منصبة على حالة رفع الظلم وقولة حق. أليس بناء الأوطان قولة حق ورفع ظلم عن شعب ذاق وبال ما حدث جراء ما حدث من بعد الثورة 25-30؟ هل ما حدث من ترويع الأبرياء وقتل الأبرياء في الشوارع هذا مش نعم؟ وإيه ربط ده بده؟ وبعدين حضرتك اعتبرت، أرجو أنت، أنت لو سمحت، إن لو سمحت، لو سمحت هيتخلف عنه، لو سمحت يدلي صوته، حضرتك يهدم لو سمحت، ده ممكن لو يكون أكثر وطنية هو مني. حضرتك أنت قاعد تقاطع كل اللي عندك. أنا مش لو سمحت، هو عشان على التليفون بس يا شيخ مصطفى. طب هيخلص يا أستاذ وائل، طب ما هيخلص. أنت وجهت لي يا أستاذ وائل، فضيلة الأستاذ بيقاطع كل الضيوف اللي عندك، انت وانا بقى وانا على التليفون واقف في الاستوديو. هيخلص ويسمع، يسمع رايه وبعد كده يعلق. اتفضل 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 استاذ وحيد. فبتقول دي ده يعني لحظات بناء الاوطان تستدعي ذلك يعني. ونحن بعد ثورتين وبعد ما حدث في مصر في مرحله بناء، كما قال بعض الحضور عندك
فضيلة الدكتور وفضيلة الشيخ المحترم ان انزل وشارك وقول ما تشاء، وحضرتك بتقول نفس الكلام، انا ضد المقاطعة، انزل وشارك وقول اي رأي انا عايزه. الاستاذ بيقول ان فترة الاحتلال البريطاني قطعوا اللجنة اللي جاية وفي الهند قياس مع الفارق، نحن الان في محك وفي امر جد خطير. مصر وما تشهده من مؤامرات تحاك لها بالخارج، والكل منتظر نتيجة هذه الانتخابات، ايا كان دعوة من دعا للمقاطعة كان اولى بهم ان يقدموا فرد او اثنين او ثلاثة ويصطف الجميع حوله، وان تكون هناك انتخابات، وان نبني كوادر سواء للانتخابات الحالية او للانتخابات القادمة. على كل العموم الدستور المصري يوجب على الرئيس ايا كان هو دورتين فقط. الاشكالية فيما بعد 2022، فضيلة الشيخ اللي على يسارك بيقول الانتخابات محسومة محسومة، ومن أدراك ما تنزل ويقول رأيك. لازم أرد يا أستاذ وائل، طيب أنت هترد بس هنا وقفوا بقى عشان أرد بقى عشان أوصل لك. لكن أنت لا تجد مانعا في أن يتحدث رجال الدين في ذلك ويربطوا المشاركة بالحلال والحرام. يا أستاذ وائل، يا أستاذ وائل، عند الحديث في الدين، عند الحديث في الدين لا يفتي أنا ومن هم لا يعلمون. أنت بتستضيف أساتذة أجلاء وشيوخ أجلاء معتبرين يردوا في هذا الأمر. أنا بتكلم وحيد ألف شكرا بسرعة. أنا عارف وأنا محتاج أقول جملة. بص حضرتك، أولا الأخ وحيد لا يصلح ان يكون له راي في المساله لانه هو من اللي وقعه الطرف من الاطراف. طب ليه لا يصلح؟ معلش ليه لا يصلح؟ خلاص اصبح غير محايد يعني، حتى اصبح غير محايد. اصبح غير محايد. انا محايد، هو ما قالش انه داخل محايد. لا هو مش محايد، انا محايد. وبعدين هل انا ماليش مصلحه يعني قضيه المشاركه؟ ده قال كلمه خطيره، ده بيقول لك مصلحة. بيقول لك ان الخائن. معلش انا ما قاطعتكش، انا برد على الراجل. اسمع يا شيخ، انا برد على الراجل اللي اتكلم. هو وجه لي الكلام مرتين. لا تتهم الراجل. معلش انت بتغلوش ليه؟ ما هو بيقول لك انت لك مصلحة. انا برد. هو بيقول لك انت لك مصلحة في المقاطعة. يعني احنا قلنا ان له مصلحة. الراجل وجه لي الكلام مرتين. طب اسمع لي ارد. اتفضل بسرعة. بس هو وجه لك يا اخي. اسمع بقى شوية. في انضباط في ادب الحوار. في ادب الحوار. لو سمحتوا يا جماعة. هو قال كلمة خطيرة جدا الاخ وحيد. بيقول لك هدم الدولة، ده بيعتبر رأي 5 6 10 قالوا رأي، مجرد رأي ممكن ما يجيبش أي نتيجة مع أي حد ومحدش يستمع له، إن ده هيهدم الدولة. دي ناس عندها رؤية، وبعدين إن في طيب.